أحلام هي حماية لبنانية المثليين. I know that there's a lot of pressure. عم تاخذ decision منا هينة عم تاخذ decision إنه أنا ما بدي بقى أكون حي الله حدا من المجتمع. I wanna be myself. كيف تقدر تجاوب على أسئلة من ما في ماشي على HIV؟ كيف ينتقل؟ وإذا الشخص بحاجة لمساعدة كيف تحكوا معه على التليفون؟ وزارة الصحة يعني National AIDS Program قبلوا يمولوا هالمشروع يعني هن بيدفعوا الأشخاص اللي هن بيدفعوا الأشخاص اللي بيعملوا التمرين هن بيدفعوا كل شيء وراء أيام وهيك بس نحن علينا نلاقي لوكال نحن نلاقي المحل بدنا نعمل فيه التمرين كنت هن مجموعة شباب وصبايا تلاقوا حتى يعملوا شيء مع بعضهم بلشت الفكرة أكثر شيء بيكنيكس سوشيال إيفنتس وهيك وتحولت للشغل كثير مع إن جي أوز وأوفيشال ورك على المجتمع اللبناني أهداف حلم أول هدف هو القانون اللبناني تبطل الهوموسيكشواليتي الليجل بلبنان ثاني هدف نساعد الجيز يتقبلوا حالهم لأنه كثير عندهم مشاكل نفسية إجمالا ناتجة عن الضغط المجتمع عليهم اليومي الهدف الثالث هو انه يساعد المجتمع اللبناني يتقبل الجيز بما انه المجتمع كثير بخاف من انه من كل شيء بيختلف عنه من كل شيء ما بيشبهه سو عشان هيك بحاربوك وبخلوك تعيش حياتك بسلام لانه انت بتهدد بتهدد العادات والتقاليد اللي هن عايشين عليها وبيخافوا انهم يستغنوا عنها لانهم بيضيعوا من دونها. This is a part-time drag, so I have this. And after it, like, in a second, it became like that. Full of wings, everything, clothes, skin beneath, everything for drag shows. This is like, this is for Madonna's show, like a virgin. I still didn't wear it. I got it from Rasul Ahad. And what else? That's it actually. It's too easy. I don't have a problem being gay. Of course, I don't go around telling people I'm gay. Anyway, they don't have to know what I do in bed or who I love. I mean, it's my personal life. But if an issue like that or a subject like that opens up, I don't have a problem saying it that I'm gay. Even at university, I don't have a problem. مش هينة أبدا. بس خلينا أنا I live alone وبدرس وبشتغل وبعمل كل هالأشياء. المجتمع كيف بيحارب بطريقه انه بضايقوا عليك كثير اشياء و فغيره لايك بخلوك تحسي انك انت اقل منهم او انه انت ما بتشبهيهم واللي هو صح انه انا ماني ما بشبههم بس انا ماني اقل من حدا ولا ما في حدا اقل من حدا يعني كلنا بنشبه بعضنا كلنا مثل بعضنا بس كل واحد له حق يعيش بالطريقه اللي هو بده اياها وبالطريقه اللي بتعجبه Let me show you اخر واحد جبته the last wig I got it and I love it, I'm in love with it. This is the last wig I got it. Wow. لبس لنا Hello. Do you like it? I love it LGBTIQ means lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer people. The game weekend starts on a Thursday. Thursday we go, there's a club, we go clubbing. There's a few other places to learn all normal. Acid, OM, Wednesday, Walima. It's not like being in Europe, but it's the Lebanese culture isn't too harsh. I mean, I believe I'm very optimistic about this. I believe that things will get even better than this. I travel a lot in the Middle East, and I think that the situation here, compared to other countries like Egypt or Syria, even Morocco, are a lot preferable because here.
there are at least some gay venues, so there are many opportunities to meet gay people, and apparently, at least that's what I feel, there are a lot of gays here, and also gays who really see themselves as gays, so they stand up for that. Maybe not in their families, not in their street surroundings, but at least they partly live a gay lifestyle. That's what I like, and I think that is something that is lacking in, for instance, a country like Egypt. I love this one too, actually. انا عايش حياتي بطريقه عن جد هينه وما بحس ما بحس عندي كثير مشاكل مع مي بين جاي من السوسايتي. When you accept yourself 100% وقت بصير فيك تواجه العالم انه يا ام جاي اند ام براود اوف بين جاي كثير بتصير هينه الشغله. يعني اذا بتروح على حدا بتقول له يا اذا بسالك انه ار يو جاي لايك يا ام جاي انت كثير مبسوطه وكثير هيك يور براود ما حيجي يقول لك انه هيك ما حيجي او يجي يخليك تحسي انه يا عيب الشوم او شيء هيك لا بس اذا حدا بيسالك انه ار يو جاي بدك تستحي وبترد بطريقه كثير هيك انه يا شو اكيد حيكون حس حاله اقوى حيحس انه انت يو هاف ا بروبلم انت حتخليه يحس انه انت عم تعيش مشكله قبل معنا انه نطلع حلم ممبرز واصحابنا واذا بدنا حدا من العائله يطلع معنا كلنا نهار نتغدى فوق هو بتبقى عم تضحك هو بس لو قلت حدا من العائلة كمان ايه انا بطلع اختي اذا كنت اوكي اذا انت حك علي اذا خلى علي ايه اذا بدك اذا حلو شيء اذا لا لحيت هلا بلبنان ما عندك محل سوشيالي جاي اوبنلي جاي بالمجتمع بينفرض بالمجتمع بالحياه اليوميه غير حلم از جاي ان جي او عم تشتغل مع سيفل سوسايتي بلبنان غير هيك المجتمع اللبناني بالاجمال كورك وايز ستدي وايز يونيفرسيتيز بعضهم منه مستعدين يتقبلوا الهوموسيكشواليتيز هلا نسمع كثير نحن انه We are lucky in Lebanon that we have gay places and we have gay life and what's the best place, I don't know what. But this doesn't mean anything. Because in all the countries, there are gay scenes. Even in the biggest countries that are considered to be Saudi, there are gay scenes. I don't think it's not there in Lebanon, but it's there. The idea is not to say that the society accepts homosexuality if there are nightclubs. لانه يعتبروا بلبنان انه كل شيء موجود مخبى نايت لايف اذا بدك بالسوناز بالبيوت از فاين ما بنعترف فيه بتحكي عن بلد انه بيحترم الهوموسيكشواليتي وقتها هدول الاشخاص بكل معترف فيهم اجتماعيا اذا واحد عارف انه جاي بيشغله معقول ايش حطوه من شغله وما حدا بيقول لهم شيء في عنا اشخاص ما انا عندهم اساتذه انشحطوا من المدارس اشخاص انشحطوا من شركات بس لانه جايز ما عملوا شيء غلط بس لانه كرمال سيت الشركه وسيت المدرسه اذا بدك بعده بلبنان اذا واحد راح تشكى عند الدرك قال له انا ام جاي وحدا هوموفوبيك اجى سرق له مصرياتي لانه ام جاي او ضربني لانه ام جاي ما اقول لك لا قتله من الدرك سو اي ثينك انه بنكون نضحك على حالنا اذا عم نقول انه عندنا كل شيء نحن جايز فين رح نسهر ونعمل بدنا اياه كانت فايند ماي I can't do drag show now. Drag show like I need the music and like everything, you know? بس بالو انه في اشخاص مختلفين برأياتكم في اشخاص مش مثلكم ما بفكروا مثلكم ما بيعيشوا مثلكم لهم حق لانه هن قسم من المجتمع بالنهايه لبنان او غير لبنان بحق له يكونوا موجودين وما حدا بحق له يفرض رايه على الثاني بس بالو انه في اشخاص مختلفين برأياتكم في اشخاص مش مثلكم ما بفكروا مثلكم ما بيعيشوا مثلكم لهم حق لانه هن قسم من المجتمع بالنهايه لبنان او غير لبنان بحق له يكونوا موجودين وما حدا بحق له يفرض رايه على الثاني